الله ينزل على الشيخ الحقيقه يعني رساله في الوطن الحمد لله يعني كان جامع لاهل المنطقه جميعا يعني تبنى في 682 هجريه فالى حد الان يعني عنده 7 قرون و58 سنه وكانت المنطقه معروفه انها قصور كل قبيله في قصر الا ان من القرن التاسع الهجري الى العاشر في الوقت هذا اجتمع جميع القبائل في هذا المسجد هذا كانت تؤدى صلاة الجمعة مع بعض كل أهل المنطقة وبالنسبة للمنطقة في الحقيقة يعني منذ الاقتحام التاسع إلى يومنا هذا إلى 1750 باش يعني زاد الجمعة أخرى في تيمير وقبل كانت جمعة واحدة واللي مروا في المنطقة في المسجد هذا كان أبناء الشيخ موسى بن مسعود الذي كان في القرن التاسع إلى العاشر تزامن مع الشيخ المغيري بقوا هنا وكان عندهم أعمال مشتركة في المدة هذه وهناك أحفاد هناك يعني أهل المنطقة بناوا المسجد تعاون بالألفة وإلى غير ذلك إلى يعني مباشرة ننتقل إلى القرن يعني 1800 تقريبا اللي جاء المنطقة كان إماما كان من الذين كان يسمى الشيخ محمد مكي وهذا كان أخذ الطريقة التيجانية وكان هنا في التميمون وكان إماما في هذه المسجد ما شاء الله ثم ولاه كذلك ابنه حتى 1940 هذا الشيء المعروف في الزمن الأول اللي نعرفه وبارك الله فيكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى قبله ومن دائه العظيم آمين رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.